عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد وحللنا أهل وطأنا سهلا، كما لا يخفى عليكم دائما متواجدين من أجل تجسيد الحضور اليومي ديالنا، لأننا أخذنا على عاتقنا أننا ما فاكينش حتى ناخذ الحقوق ديالنا، لسنا موسميين، لسنا يعني لتقتنسوا الفرص حتى ينادى إليهم من تحت الستار ألو أبي تحت الشجرة حتى تثمر لتيجو. إذن بالأمس كانت هناك واحد الوقفة وكان واحد الحشد يعني أستاذي للجميع هب من أجل مساندتي الموقوفين والموقوفات، مسألة مزيانة، مسألة تحتسب لهؤلاء الأساتذة خصوصا للنية ديالهم أنهم خرجوا فقط من أجل نصرة الإخوان ديالهم، من أجل عودة إلى سليمة آمنة إلى المقرات العمل ديالهم. هذه مسألة لا تناقش، ولكن بالنسبة اللي تطرحوا الأسئلة علاش جاءوا النقابيين في حين غابت النقابات، فالنقابات لم تغيب، بالعكس هذا النجاح اللي كانت وراءه النقابات، وأن النقابات هي أول من دعت ووجهت يعني في واحد البلاغ موحد، وجهت الرسالة إلى بن موسى أنه خصو يقوم بتسريع طي ملف التوقيفات، لأن كانت عارفة مسبقا أن هناك يعني خرجات ستقوم بها الأساتذة والأستاذات، خصوصا أنهم عارفين القانون جيدا أن الموقوفين خصهم يتعرضوا قبل من صرام 4 أشهر. إذا تحصيل حاصل. إذا حتى هذه الوقفة اللي جات راه جات لأن فعلا عارفين بزاف ديال الأمور اللي اختارتها من فاتح ماي، منها بزاف ديال الأمور، ومنها أن راه عارفين خص قبل من صرام 4 أشهر راه لابد غادي يتعرضوا، إذا هناك واحد خطوة استباقية إلى آخره. إذا اللي تيخرج يقول لك النقابات من النقابات، فالنقابات هي التي كانت وراء إنجاح هذه الوقفة الأستاذية، وكم شفتوا أن بالأمس كانت هناك واحد المنع للمسيرة وما قاموش بالمسيرة، وشفنا أيضا أن كانت نظرة قوية من أجل التسويق الإعلامي إلى آخره، ومن أجل يعني دغدغة المشاعر بشعارات يعني حماسية إلى آخره، ولكن كل هذوك اللي كاينين تما اللي قدروا يعني خوضوا وينظموا مسيرة بهذيك يعني وقفة واحتجاجات بهذيك القوة، فهم ما هم إلا قواعد للنقابات، سكرتاريات للنقابات والفروع ديالها، لأن بكل بساطة النقابات الأكثر تمثيلية ما تقدرش تخرج في الواجهة لأنها مقع السلم الاجتماعي، والمذكرة المنظمة للعلاقات بين النقابات والمصالح الوزارية سونتر وفادي السات راها تسريع للجميع. إذن مسألة لا تناقش. جاء ذلك تزامنا مع استدعاء أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للجميع، لا فروع هذو اللي كانوا تما ولا سكرتاريات ولا نقابات، راه كانوا عارفين بأنهم غادي يتم الاستدعاء ديالهم، وجاء ذلك متزامنا. إذن استدعاء هاد الأعضاء باش يتسلموا يعني الملفات ديال الموقوفين اللي غادي يتم العرض ديالهم
يعني يوم 29 من هذا الشهر، لأن القانون تيقول لك خاصك تسلم تقريبا الملف ديال المعنيين بالأمر اللي غيتعرضوا على المجلس التأديبي حوالي 5 أيام قبل من ما يتعرضوا على ما ينعقد هذاك المجلس التأديبي. هذاك الشيء علاش هما الآن غادي يلتحقوا بالملحقات ديال الأكاديميات ويتسلموا من الموارد البشرية، من مصلحة الموارد البشرية، الملفات اللي بها جميع المرفقات والوثائق ديال كل موقوف على حدة، باش يطلعوا على الملف قبل عرضه على المجلس التأديبي اللي غيتعرضوا يوم، وقد حددت الأسماء إلى آخره والزمان والمكان 29 أبريل. وانتو متى تشوفوا أن النهار اللي قلت لكم من كنا عارفين أن المذكرات اللي غادي تخرج في المودوز ديال 2023، وقلنا لهم نهار 2 يناير كل واحد يكون في بلاستو، اللي سمعوا الهضرة ومشاو راه تجنبوا هذه المشاكل، في حين أنهم هاللي قاموا بوقفة يوم 5 تقريبا، 4 يناير في الوقفة توصلوا باش بالتوقيفات ديالهم. إذن مسألة ديال 4 أشهر، يعني راه كان واضح أنهم قبل من 2-3-5 خاصهم ماذا؟ خاصهم يتعرضوا على المجلس التأديبي، عقد المجلس التأديبي. إذن من بعد غادي نعاودوا ندقوا شوية في هذه المسائل، ناهيك عن المادة 81-84 والهم الكحل وهادو اللي خرجوا إلى آخره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أدور 120.